وهيبقى فيه عربيات قوافل، ان احنا حتى هنروح للاماكن اللي فيها صرف معاشات، هنعمل تمركزات عند البنوك او مكاتب البريد. لا 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 لا، هيبقى في تمركزات في الاماكن اللي فيها اصحاب المعاشات، الناس اللي بتصرف المعاش او تكافل وكرامه، كل ده هنبقى متمركزين. واحنا في الصدد الاعداد لده، او خلاص احنا عدينا لده، وخلال ايام قليله هنبدا مع المعاش القادم، مع صرف المعاشات القادمه. هيبقى في تمركزات لعربيات القوافل علشان نحمي اهلنا من كبار السن. الأعراض الجانبية اللي رصدت لكل اللي تلقوا اللقاح، وهم أكثر من مليون طبعا، كانت أعراض متوقعة، اللي هي ارتفاع في درجة الحرارة، آلام في الجسم، أعراض متوقعة، ما فيش أي عرض غير متوقع رصد حتى الآن. بالنسبة للترصد عندنا لدخول سلالات، احنا عندنا المعامل المركزية بتعمل تسلسل للجيني للفيروسات اللي عندنا، ولم يرصد حتى الآن. احنا طلبنا كمان ان الحالات اللي رصدت إيجابية وتم رجوعها على الطيارة، ان المساحات دي نقدر نعمل لها، او بدأنا نعمل لها التسلسل الجيني عشان نعرف هي، ولو انها ما دخلتش مصر، لكن برضو نعرف نوعية هذه السلالات. وطبعا الاجراءات الاضافية اللي احنا قلناها، اللي هي الحمض النووي، اجراء الاختبار الحمض النووي في المنافذ البرية والبحرية والجوية لكل القادمين، حتى لو معاه شهادة بي سي ار سلبي، لكل القادمين من الجهات اللي ممكن او الدول اللي ممكن تكون فيها زياده في الاصابات. السؤال الاخير، استاذ عبد الله، ضيف موقع 14، دكتور، شفنا صوره كبيره خلال الفتره او يعني الاسبوع الاخير من الاطفال الاجنبيه تقريبا 94 مسؤول على مقطع كورونا، وده طبعا مراجعه كبيره بعد اخر مؤتمر من الاسبوع الاخر. عايز يعني اتمنى حضرتك تقول لنا هل ممكن تراجع فعلا في الجزء ده في تسجيل اكبر؟ وشايفين كمان الناس عندها ثقه اكبر خلال الفتره الاخيره في التسجيل على موقع تلقى كورونا، ده جزء مهم جدا للتشجيع الناس. طبعا الجزء الثاني الخاص عن الوضع الوبائي، ايه شكل الوضع الوبائي حاليا في مصر؟ موضوع سؤالك دلوقتي، اظن الاعداد اقل من الاول ولا طبعا الوضع الوبائي في محافظات الصعيد بينخفض بشكل واضح كل اسبوع عن اللي قبليه، مش بس في سوهاج، في كل محافظات الصعيد. والوضع الوبائي زي ما انا قلت مستقر، متزايد زيادة بسيطة ولكنها مستقرة، يعني ما فيش مكان فيه زيادة مفاجئة، مضاعفة الحالات مثلا في 48 ساعة ولا حاجة. في ثقة من الأطقم الطبية والمواطنين دلوقتي، وإقبال على تلقي اللقاح، وده كان وضع عادي، إن الناس في كل دول العالم لما جم يبدأوا برامج اللقاحات كانت الناس متشككة، ومع الناس تاخد، بعض الناس تاخد، بدأت تدي رسالة إيجابية للي ما خدش، فبدأت الناس تتشجع. فالأطقم الطبية كلها يعني عايزة تاخد دلوقتي، وإحنا بنديهم كل الكميات اللي هم عايزينها، والمواطنين في إقبال كبير جدا. وطبعا إحنا فتحنا مركز كبير في أرض المعارض، إن شاء الله بعد العيد تبقوا معايا نتفقدوا، لأنه مركز بياخد من 10-15 ألف مواطن في اليوم. ودلوقتي بنشتغل لفتح نفس مركز زي ده في 27 محافظة. الجيزة إن شاء الله خلال أيام هيبقى عندنا مركز زيه، وإحنا طلبنا من السادة المحافظين توفير مكان زي ده في كل المحافظات. بكرة إن شاء الله. الأسرة الحمد لله كافية، وفي أماكن، والأكسجين الحمد لله في نطاق الاستخدام المعقول، وعندنا احتياطي استراتيجي. وإن كان بنعمل سيناريوهات لأسوأ حاجة بنكون مستعدين لها، فإحنا مستعدين بكافة السيناريوهات الحمد لله. لا، إحنا ما عندناش أي وثيقة علمية ما
من الشركات المنتجة أو من منظمة الصحة العالمية تجيز هذه اللقاحات لأقل من 18 سنة. شكرا معلم.